بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. يا صباح الفل يا دكتورة منار. صباح الفل على حضرتك استاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني زمايلي في الاستوديو الصبح بيجوا بيسالوني اخبار الجو ايه النهارده، انا قلت لهم بصوا هو درجات الحراره بتاعه الوقت ده من شهر 8، المشكله في الرطوبه. يعني النهارده 35 في القاهره، انا كده بقول صح ولا لا؟ اكدي المعلومه قوي فيها. لا طبعا صح، ان احنا في المعدلات الطبيعيه او المعدلات الصيفيه للوقت ده من السنه، لكن كمان عندنا بالفعل ارتفاع كبير في نسب الرطوبه. هي دي الرطوبه تحسسنا ان الجو يعني حر اكتر، يعني بتخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى. يعني احنا لو العظمى على القاهره الكبرى اليوم 35، انا بحسها لو تكون 38 كمان او 39 درجه مئويه نتيجه وجود نسب رطوبه، ودي قيمه درجه حراره كمان محسوسه في الظل. أيوة. لو انا بتحرك تحت اشعه الشمس في الشارع اكيد هحس قيم درجات حراره كمان اعلى من قيمه درجه الحراره المحسوسه. أيوة. لان احنا بالفعل بنتاثر طبعا بامتداد منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائيه اللي معظمها قادم من على البحر المتوسط، ده بيؤدي لارتفاع كبير في نسب الرطوبه واللي بتتجاوز ال 90 وال 95% في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، السواحل الشماليه في القاهره الكبرى والوجه البحري بتتجاوز ال 80 وال 85%. وكل ما تقدمت للمحافظات طبعا الداخليه او الجنوبيه اكثر، نسب الرطوبه بتقل بشكل تدريجي على عكس قيم درجات الحراره اللي بتزيد. أيوة. كل ما اتجهت جنوبا، فبالتالي يعني في الجنوب بتبقى درجات الحراره اعلى بس نسب الرطوبه اقل عكس السواحل الشماليه. بالفعل، ان احنا طبعا نسب الرطوبه بتزيد كل ما اقتربت من البحر المتوسط او الاماكن الساحليه، وبتقل كل ما اتجهت لمحافظات الصعيد، فبنلاقي فيها نسب رطوبه اقل، لكن طبعا قيم درجات حرارتها بتكون هي الاعلى على الاطلاق. عشان كده فتره النهار وتحديدا كمان في وقت الظهيره مع شده الاشعاع الشمسي احنا بنحس بالاجواء الحاره الرطبه في المحافظات الشماليه. طبعا احنا هنلاقي المحافظات السواحل الشماليه هي الاقل في قيم درجات الحراره رغم ان احنا قلنا ان هي الاعلى في نسب الرطوبه، فمن السواحل الشماليه للوجه البحري للقاهره الكبرى اجواءهم حاره رطبه فتره النهار. في المحافظات الداخليه او الجنوبيه من شمال الصعيد لجنوب الصعيد لجنوب سيناء اجواءهم بتكون شديده الحراره فتره النهار. في فترة الليل كمان بيكون عظمة الرطوبة، يعني نسب الرطوبة العالية بشكل كبير بتكون فترات الليل، وعظمة الرطوبة اللي احنا بنقول عليها تتجاوز 80 و90% بتكون في فترات الليل. عشان كده تبقى فترة الليل هي أجواءها مائلة للحرارة رطبة في معظم المحافظات. لكن أيضا في فترات الليل أحيانا بيكون عندنا نشاط للرياح، وسرعات رياح اليوم هتكون ما بين 30 ل 35 كيلومتر على الساعة في معظم محافظات الجمهورية. ده ممكن في الأماكن المفتوحة أو المدن الجديدة يحسسنا بنسب رطوبة أقل ويحسسنا بقيم درجات حرارة أقل، لكن طبعا مش بالشكل الكبير لأن احنا سرعات الرياح مش عالية بشكل كبير. بالإضافة طبعا مع ارتفاع نسب رطوبة والاستقرار كمان اللي بنعيشه في الأحوال الجوية، الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية. عندنا الشبورة المائية بتظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي أيضا سرعان ما بتختفي مع سطوع أشعة الشمس. يعني احنا نقول 7-8 صباحا الشبورة المائية بتختفي، الرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق. يمكن كمان الاحوال الجويه دي المستقره مكمله معانا على مدار الاسبوع اللي جاي كله، واللي هتكون فيهم العظمى على القاهره الكبرى اعلى من المعدل بحوالي درجه لدرجتين، يعني هتتراوح من 36 ل 37 عظمى على القاهره الكبرى خلال الايام اللي جايه، فمش هيكون في اختلاف كبير في حاله الطقس عن النهارده، لكن بس احساسنا بقيم درجات حراره هيكون اعلى بحوالي درجه. كمان طبعا فرص الامطار تلاشت من على كافه المحافظات، في استقرار بشكل كبير في كافه محافظات الجمهوريه. هنخلي بالنا بكره تحديدا من ارتفاع الامواج على شواطئ البحر المتوسط. يمكن اليوم البحر المتوسط معتدل ارتفاع موج من 1.5 ل 2، دايما الساده المصيفين لازم ياخدوا بالهم من ارتفاع الامواج على الشواطئ، لكن بكره كمان ارتفاع الامواج هيزيد ويكون ما بين 2 إلى 2.5. سرعات رياح توصل ل 50 كيلومتر على الساعه في شواطئ مطروح والعلمين والاسكندريه وبلطيم، فالساده المصيفين لازم ياخدوا حذرهم بقدر الامكان، ودايما نكون في منطقه قريبه من الشاطئ ونتبع كمان تعليمات رجال الانقاذ اللي بيكونوا موجودين على الشواطئ.
البحر الاحمر معتدل ومؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. وبصفه عامه الحمد لله الاحوال الجويه استقرت بشكل كبير في معظم المحافظات، وده يخلينا نستمتع بالاجواء لكن بحذر برضه، لازم ناخد احتياطاتنا، واهمها ان احنا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره، عشان ده ما يخليناش احس بقيام درجات حراره اعلى. وبقدر الامكان في فتره من الساعه 12 ل 4 5 العصر لو انا اضطريت للخروج يكون معايا غطاء للراس يحميني من اشعه الشمس. طبعا نتواجد في اماكن جيده التهويه بشكل كبير، ده يساعد ان انا احس بنسب رطوبه اقل وقيم درجات حراره اقل، ونتناول طبعا قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه. نصائح هامه جدا من هيئه الارصاد الجويه، بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي في هيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. متوقع ان العظمى تكون في القاهره 35 والصغرى 25 والعاصمه الاداريه 36 26، الاسكندريه 34 25 والعلمين الجديده 33 24، مطروح 33 25 ودمياط 33 25، بورسعيد 33 25 ايضا، والاسماعيليه 38 26، السويس العظمى فيها 37 والصغرى 27، والعريش 34 25، كاترين 34 19 وطوبه 36 27، حلايب 37 32، شلاتين 40 31، شرم الشيخ 40 30 والغردقه 41 30. أما الفيوم العظمى فيها 36 والصغرى 26، وبني سويف 38 25، الوادي الجديد 42 28، وأسيوط 38 26، سوهاج 39 27، وقنا 41 30، الأقصر 42 30، وأسوان 44 31. دي كانت نشرتنا الجوية المفصلة مع تفاصيل درجات الحرارة النهاردة.